يوثقون في ذاكرتهم تاريخ ثورة، يجمعون ركام منازلهم يبنوا به جسرا إلى المستقبل. فقدوا آباءهم وأعز أقربائهم، لكنهم يقفون في محنتهم كالرجال يتابعون مسيرة النضال. بإذن الله يا بشار بدنا نرول عندك يا السيارة ونعدمك، ما بتحسننا أنت، نحن أبطال كلياتنا. عمو مين خرب لكم البيت؟ هاد الأمن. الأمن خرب لكم يا؟ قتلوا لجدو بشار. يحاول النظام إعدام طفولتهم البريئة، ولكن يبدو أنه سقط في منحدر الفشل. فهذا أحمد، حاله كآلاف الأطفال السوريين، فقد ستة من أقربائه تحت هذا الركام الذي يعتليه، ورغم آلامه ما زال ينشد للحرية ويتكلم بعفوية الطفولة الغاضبة. فرج فرج، هاي مش شهادة. ويتحدى أحمد كل هذا الدمار ليبحث بيديه الصغيرتين عن باقي أقربائه، آملا أن يجد أحدهم على قيد الحياة. مرحل هاي. طلع أي الدم، مو حلو ما تقول الموتو الشهداء. ستة ماتوا بهالبيت. ينام هؤلاء الأطفال ويستيقظون آملين بفج حرية جديد، ليأمنوا اللعب بين أشجار الزيتون لا بين أكوام الحديد والركام. زكي ليدلبي من ريف إدلب لقناة أورينت الإخبارية.